عسلامة ومرحبا بيكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. جولة جديدة وفيديو جديد، والمرة هذه اخترت اني نصور لكم سنتر بوينت موجود براس الخيمة. نلقاو معناتها، او مش نلقاو، انا معناتها مشيت لراس الخيمة ولكن صورت اكثر من محل، فلقيت سنتر بوينت وبالحق وقتها عامل عروض حلوة ومزيانة. ما تنساوش حبايبي تعملوا لي لايك وشير كان عجبكم الفيديو، وكان عجبتكم قناتي وانتي اول مرة تتابعني وتشوفني ياريت تشترك فيها وتفعل الجرس باش يوصل كل ما هو جديد. واللي ما عندوش فكرة على قناتي، قناتي تهتم بال معناتها الأسعار الرخيصة والمحلات والأسواق الشعبية، ونعمل جولاتي ونعرفكم كل ما هو جديد وكل ما هو رخيص وكل ما هو مزيان. أوكي حبايبي، يلا كملوا الفيديو للآخر. وبالطبيعة اللي ما عندوش فكرة كبيرة على القناة ينجم يدخل ويشوف الفيديوهات اللي انا مصورتها، ما شاء الله 170 فيديو وكلهم فيديوهات مهمة وممتازة، وتعرفك معناتها الاسواق وتعرفك المحلات وتعرفك الحاجات المزيانة سواء في الشارقة او ابو ظبي، مش ابو ظبي. ان شاء الله قريبا نمشي نصور في ابو ظبي. تعرفكم قلت لكم معناتها حدني حد الشارقة ودبي وعجمان وراس الخيمة وقت اللي نلقى فرصة معناتها. اوكي يلا كملوا فيديو للاخر، وباي باي.